وللمزيد ينضم إلينا من يرفان السيد فاهان هونينيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية. سيد هونينيان، مرحبا بك على شاشة الغد. أبدأ معك بالسؤال الكبير في هذه المقابلة، هل لا تزال الاشتباكات مستمرة؟ مساء الخير، أشكرك لاستضافتي. نعم، بينما نتحدث الاشتباكات مع الأسف والعدوان مستمر الذي شنته أذربيجان في الليل في سبتمبر يتواصل، ولدينا تقارير بالقصف من قبل المدفعية التي يستخدمها الجيش الأذربيجاني. نعم، وماذا عن الجهود الدبلوماسية لاحتواء هذه الاشتباكات؟ تعرف أن موقف أرمينيا هو أنه علينا كلما كانت هناك اختلافات كأي دولة متمدنة علينا أن نتفاوض وأن نجد أرض مشتركة وتفاهم مشترك، ولكن مع الأسف جيراننا هناك مشكلات معهم وهم يستخدمون القوة، وكما قلت الاشتباكات تتواصل، ولكن نأمل أن أذربيجان ستوقف عدوانها وأن تعود للمواقف التي كانت لديها قبل تدشين وشن هذا العدوان، وأن تعود تعيد سجناء الحرب لديها، وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات مع أرمينيا ومع الوسطاء لدينا. طيب سيد هونينيان، حذرتم من اندلاع حرب شاملة، وبالتالي هنا السؤال المهم، ما هي الحالة التي يمكن أن تتحول فيها هذه الاشتباكات بالفعل إلى حرب شاملة؟ كما تفهم، في مثل هذا الوضع بالطبع يمكن للوضع أن يتصاعد إلى حرب طويلة الأمد، لأنك تعرف أن جغرافيا أذربيجان تبعد لمسافات طويلة، وليس فقط من خلال الهجوم على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ولكن كذلك يرسلون داخل الأراضي الأرمينية هذه القوات. لذلك لدينا مجتمعات كثيرة تبتعد عن الحدود وتقصف وتلقى عليها القنابل، وفي المجتمع المدني كذلك هناك جرحى، وهناك وهذا الرقم سيرتفع. وإذا ما واصلت أذربيجان هذه السياسة قد يؤدي ذلك إلى تصعيد، والدبلوماسية قد تطغى وقد يتوقف ويتراجع عن موقفهم ويعيد سجناء الحرب، وعندها يمكننا مواصلة المفاوضات كما كانت الحالة قبل أن بدأوا هذا الهجوم. وفي 31 من أغسطس كان هناك اجتماع بروكسل الذي توسط فيه رئيس القنصلية الأوروبية تشارلز ميشيل ورئيس أردوغان، وبعد ذلك كان هناك اتفاق على الالتقاء مرة أخرى في الحقيقة على مستوى وزراء الخارجية ورئيس وزراء أرمينيا وأذربيجان، ولكن مع الأسف بدءا من 2 سبتمبر أذربيجان بدأت تمهيد الطريق لهذا العدوان، وبشكل يومي كانت تقول أن أرمينيا تقصف حدودها، وهذه لم تكن الحقيقة لأن أرمينيا ليس لديها أي سبب للهجوم على أذربيجان. وكما قلت
نواصل المفاوضات بحسن النية ونحن منخرطون في جميع المنصات الدولية الممكنة التي اقترحت طرق سلمية لحل هذا الوضع. طيب سيد هونانيان، اتهمتم أذربيجان بأنها احتلت 10 كيلومترات من أراضيكم، المؤشرات إلى أين تتجه؟ إلى استرداد هذه الأراضي بالطرق الدبلوماسية أم بقوة السلاح؟ في الحقيقة ينبغي ذكر أنه منذ العام الماضي بالفعل كان هناك عدوان آخر، لذلك هذه أحد الأشياء أو العداوات الكثيرة التي شنتها أذربيجان ضد أرمينيا والتي امتدت ل40 كيلومترا من أراضينا من قبل أذربيجان. والآن كما أعلن رئيس الوزراء لدينا 10 كيلومترات الآن، ولا أعرف الكثير عن الطريقة التي سيتم بها حل هذه المشكلة، ولا يمكن التعليق عن هذه النقطة، ولكن نحن ننخرط في المفاوضات، وكان هناك اتفاق في عام 2021 حيث تقوم روسيا بالتواصل بين أرمينيا وأذربيجان، وقد وافقوا على أن يبدأوا العمل على وضع الحدود وإجراء الأمن على الحدود. لذلك عقد اجتماعان في هذا المسار، وكنتيجة هذه الأراضي كان ينبغي أن تعاد إلى أرمينيا، ولكن مرة أخرى نحن نناقش هذه الأمور مرة أخرى، وبالطبع استخدام أذربيجان للقوة. طيب لو تطرقنا إلى بعض الأطراف الدولية التي لها علاقة بهذه الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، لنبدأ بالدور الروسي إذا تفضل. كما تعرف روسيا هي الحليف الرئيسي لأرمينيا، ولدينا علاقة أمنية مع روسيا، وعندما بدأت أذربيجان هذا العدوان شدنا روسيا وطلبنا منها الدعم في هذه الحالة، ونحن كذلك عضو في CSCO منظمة اتفاق الأمن الجماعي والذي به روسيا، لذلك ناشدنا هذه المنظمة، وبالأمس كانت هناك جلسة غير اعتيادية، وكذلك تحدثنا عن مهمة المراقبة والتي ستبدأ بالأمس، وكذلك ناشدنا مجلس الأمن بالأمم المتحدة لعقد اجتماع بشأن وضع العدوان الأذربيجاني على أرمينيا، وإذا لم أخطئ كذلك مجلس الأمن بالأمم المتحدة سيعقد اجتماع في فرنسا، وقد اقترح الحديث عن هذا الأمر، ونحن نستخدم كل الأدوات الممكنة لوقف أذربيجان وللعودة للوضع السابق والوضع الذي كان موجود قبل شهر سبتمبر. نعم، إذا كان هذا هو الدور الروسي، ولكن في الناحية الأخرى ما طبيعة الدور التركي في هذا الصراع؟ كانت هناك بعض البيانات من تركيا التي تدعم أذربيجان،
فهم كان حلفاء، وفي هذه المرحلة ليست لدي معلومات كثيرة عن هذا الأمر بالطبع، ولكن ينبغي أن يذكر أننا منخرطون مع تركيا في منظمة أو في عملية تطبيع أرمينيا وتركيا، وأعتقد أن البيانات التي تأتي من طرف واحد لا تساعد عملية التطبيع. أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من يرفن السيد فاهان هونينيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، شكرا جزيلا لك.